سيداتي نساتي سادتي تحياتي لحضراتكم من ملعب الكينج باور حيث يستضيف مباراة اليوم وسط أجواء جميلة وطقس مثالي لكرة القدم. معكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. الكل في انتظار انطلاقة هذه المباراة من بطولة الدوري الإنجليزي. فريق ليستر سيتي يواجه البلوز تشيلسي. مباراة مهمة حقيقة لأنه يمكن من خلالها المدرب أن يجرب بعض الأساليب والخطط واللي ممكن تساعده في المباريات الرسمية. نشاهد تشكيلة ليستر سيتي في مباراة اليوم على الشاشة. كاسبر شمايكل يبدأ في حراسة المرمى. جوني إيفانز يلعب بجوار أمارتي في خط الدفاع. يوري تيليمانز يبدأ مع ماديسون في منتصف الملعب. وفي المقدمة راح يتواجد مهاجمين لزيادة فرص التسجيل على المرمى. ولا مع تشكيلة فريق تشيلسي الأساسية في مباراة اليوم. أندرياس كريستينسن سيلعب إلى جانب تياغو سيلفا في خط الدفاع. جورجينيو سيبدأ مع كوفازيت في قلب الوسط ويقود الخط الأمامي روميلو لوكاكو. نادي ليستر سيتي واللي أصبح حديث العالم بأكمله بعد نجاحه في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي في 2016، الموسم اللي أسقط فيه كل الفرق بالتأكيد وكبار الدوري هناك في البريمير ليج، وحقق نتائج تاريخية في موسم سيبقى في التاريخ ولن ينساه العشاق. انطلاقة المباراة من عند تشيلسي. جورجينيو تدخل يبعد الكرة. تشيلسي يلعب هذا اللقاء وهو صاحب أقوى خط دفاع في الدوري هذا الموسم. فريق قادر على ضبط الدفاع بالشكل المطلوب. تتكلم عن التمركز، تتكلم عن الانضباط، تتكلم عن الروح واللي تجعلهم يشكلون جدار أمام المرمى. تسديدة في الهواء، حكم يحتسب ركلة جزاء بعد لمسة يد واضحة داخل منطقة الجزاء. فرصة لأول الأهداف من هذه الركلة. حارس المرمى بالمرصاد يتصدى لركلة الجزاء ويتحدى. ضربة الزاوية بتلعب أرضية. حلو التدخل، بيخلص الكرة بدون ارتكاب أخطاء. دفاع بدني، شوف الالتحام القوي على الكرة. المنافس يسيطر على الكرة. روميلو لوكاكو ممكن التقدم الآن. يا رب، كرة في المرمى تشعل اللقاء. هدف أول مبكر، يا لها من بداية. أي سيناريو، الله على كرة أولى. شوف الهدف مرة أخرى. تمركز رائع هنا من هذه المسافة القريبة أمام المرمى. لا يمكن إلا أن تضع الكرة في الشباك بكل تأكيد. تشيلسي يتقدم في النتيجة. يتحرك بالكرة للأمام. عرضية لا تمر بسبب الدفاع. ركنية باتجاه المنطقة. حارس المرمى يتصدى للضربة الركنية ويبعد هذه الكرة. ماونت.
تشيلسي يستغل المساحة الموجودة على طرف الملعب. عرضية إلى العمق. أوهو على هذا التصدي، أي حارس مرمى، أي إبداع، أي تفوق، أي ردة فعل، أي كرة من مسافة قريبة. تدخل خاطئ قد يحصل على بطاقة. خطأ يكلف لاعب تشيلسي الإنذار. نرى في الإعادة بأنها كانت عرقلة قوية، قدمه اتجهت مباشرة لقدم الخصم، خطأ صحيح، تدخل غير مدروس على المنافس والمخالفة واضحة. إيناتشو، الكرة تحت سيطرتهم بعد ما تمكنوا من استخلاص الكرة والسيطرة عليها. جورجينيو، تمريرة في المساحة الفاضية. هافيرت، كرة هدف في هذه اللحظات، تدخل رائع بتوقيت مثالي. جيمي فاردي، كرة بينية خلف المدافعين. إيناتشو، ممتاز التصدي، برافو حارس المرمى، يستحق الإشادة. الله، تصدي من الحارس، ما زالت الكرة خطيرة. ممتاز التصدي، تألق كبير من حارس المرمى. بيتخلص فيها من الدفاع، يا عيني على المرور. بتدخل شرعي يستعيد الكرة في المناطق الخلفية. تحية كبيرة لحارس المرمى، برافو على هذا التصدي. هذه هي روعة تسديد على الطاير، كانت قريبة جدا من المرمى، مع بعض التوفيق كان ممكن تكون في الشباك. كوفاسيتش، ملعوبة إلى هافيرت. تشيلسي يهاجم الآن، تدخل ممتاز، تخرج الكرة للتماس، فرصة لإرسال كرة عرضية. تمركز ممتاز يساعد في قطع الكرة. جيمي فاردي، يا رب، كرة في المرمى من جيمي فاردي. الله على الكرة في المرمى، على الروعة، على التسجيل، على المهارة، على كرة تحرك الشباك. فقط قبل أن تأتي الصافرة يأتي هذا الهدف ليعيد الأمور إلى نقطة البداية. تعادل يشعل الأجواء ويخلط الأوراق بالنسبة للمدربين في استراحة ما بين الشوطين. هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. لوكاكو، الحكم ينهي الشوط الأول والنتيجة 1-1. شوط أول ينتهي بالتعادل بين الفريقين، لم ينجح أي فريق في فرض سيطرته على الآخر وحسم الشوط لصالحه، وبالتالي يتأجل الحسم إلى الشوط الثاني. نتمنى بأن يكون شوط به الكثير من الإثارة. بداية الشوط الثاني لفريق ليستر سيتي. الله على الكرة، بينزل سلايد فيها، يبعد الكرة بدون خطأ. كرة بتتخلص قبل ما توصل للفريق الخصم. تدخل بشكل سليم، شوف استعادة الكرة بطريقة مثالية. هجوم من تشيلسي، إمكانية الكرة العرضية، عرضية سهلة في يد حارس المرمى، تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. جيمي فاردي، تيليمانز، يا سلام على التمريرة. تقدم يد
يأتي في هذه اللحظات. سيناريو سيتغير بالنسبة لكل فريق بعد هذه النتيجة، نتيجة تعطي الأفضلية للفريق اللي تقدم، ضغوطات تتحول على الطرف الآخر. نلقي نظرة جديدة على هذا الهدف، تسديدة قوية جدا، كان من الصعب إيقافها. لا شك بأن المدرب الآن سعيد بكل ما يقدم لاعبه في أرضية الملعب وبهذا التفوق الكبير في أرضية الملعب. تشيلسي ونسبة الاستحواذ الواضحة على الكرة بصورة أكبر في مباراة اليوم، لكن هذا الاستحواذ ليس كل شيء بالتأكيد، وليس هو الهدف في حد ذاته في كرة القدم. ما يحدث الآن هو مجرد استحواذ سلبي، يجب بأن يكون الاستحواذ طريقة لأن تخلق فرص ومحاولات على المرمى. بيلعب الكرة باتجاه المرمى، أوهو، كرة في المرمى، والتعادل يأتي لمصلحة البلوز تشيلسي. نشوف الهدف مرة أخرى، شوف كيف لعب للتمريرة والنهاية اللي كان سهل جدا بالتأكيد لأنه قريب من المرمى ومتمركز بشكل سليم. كرة تعود إلى منتصف الملعب، تعادل إيجابي بهدفين لكل فريق. إيناتشو، كرة هدف في هذه اللحظات، العرضة بتخلصها. نتيجة تستمر على حالها، كانوا قريبين للتقدم في اللقطة الأخيرة لولا تدخل العارضة لتمنعهم من تسجيل الهدف. ريس جيمس، حلو التدخل، بيخلص الكرة بدون ارتكاب أخطاء. ممكن محاولة مرتدة خاطفة الآن، يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة. أوهو، ماذا يفعل الآن؟ كرة في الشباك، هجمة مرتدة مثالية، أي خطورة كبيرة يشكلها هذا الفريق بهذه السرعة الخيالية. شوف إعادة الهدف، شوف البينية الجميلة للعبة ومن مسافة قريبة من المرمى، يعني بأن الهدف مضمون هنا. ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى اللحظة. الله على الكرة، تجاوز فيها بشكل سليم، لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة. ربع ساعة لنهاية أحداث هذا اللقاء، فرصة الهجوم مرتد في هذه اللحظات، فرصة للتسجيل لفاردي. يا الله، اكتمل الهاتريك، الله على الأسطورة، على الحسم، على الخطورة. إعادة للهدف اللي جاء من هجمة مرتدة وبكل قوة تأتي التسديدة هنا. حلوة هذه الكرة ولا يمكن إيقافها من هذه المسافة. سعادة كبيرة على وجه المدرب اللي يشاهد الآن اللاعبين يسيطرون على مجريات المباراة بالطول والعرض. رباعية مقابل هدفين، الفارق يصبح هدفين بعد هذا الهدف. بيتخلص فيها من الدفاع، يا عيني على المرور، جميل التصدي من كاسبر شمايكل. 9 دقائق متبقية من عمر المباراة، حكم يحتسب المخالفة بعد ما فقد أيضا مبدأ إتاحة الفرصة. افتكاك ممتاز للكرة، لوكاكو، الكرة العرضية من لوكاكو، مستحيل هذا التصدي، أي روعة، أي ردة فعل، أي إبداع، أي حارس مرمى، بيرفعها في وسط المنطقة، ضربة ركنية بدون خطورة والكرة بتضيع.
روميلو لوكاكو، ممتاز في قراءة اللعب. ينطلق يتقدم في هذه اللحظات، فرصة الآن، يا رب تصدي خيالي. بيرسل الكرة لوسط المنطقة وتبعد الخطورة. سيئة اللقطة الماضية، الظروف ما كانت مناسبة للتسديد، كان ممكن يشوف حلول ثانية، كان ممكن يفكر بالتمرير على الأقل. انتهت الحكاية هنا مع الصافرة وفوز لمصلحة أصحاب الأرض. بوجود فارق الهدفين كان الفريق يلعب بأريحية أكبر، خاصة في الدقائق الأخيرة. أكيد الكل مرتاح لتحقيق النقاط الكاملة في مباراة اليوم.